موسم شتوي يصنف بأنه الأسوأ منذ سنوات عديدة، خاصة من ناحية تقسيم وتوزيع المنخفضات الجوية أو عدد الأيام الماطرة. يعني الموسم المطري لا يقاس فقط بالكميات الموسمية أو بالكميات النسبية من المعدلات العامة، التي هي يعني تحمل كميات جيدة نوعا ما، تتراوح ما بين 60 و80% من المعدلات الموسمية في معظم ومختلف المحافظات الفلسطينية. يعني معظم المناطق الفلسطينية والمحافظات الفلسطينية معدلات الأمطار فيها حتى هذا اليوم تتراوح ما بين 55% 60%، لا يعني في مناطق وصلت ل 80%، ولكن يعني هي كمعدلات جيدة أو كأرقام جيدة، ولكن عندما ننظر إلى كيف جاءت هذه الكميات وكيف جاءت هذه الأمطار نجد أنها جاءت في فترات زمنية قصيرة وعلى فترات متباعدة من حدوث المنخفضات الجوية. يعني كان عندنا تقريبا بمعدل منخفض جوي لمنخفضين في كل شهر، هذه المنخفضات الجوية تجيب كميات يعني منيحة من الأمطار، لكن يتبعها فترة استقرار تكون طويلة نسبيا، تستمر إلى أسبوعين وثلاثة أسابيع. وأكبر مثال يعني على يعني آخر منخفض جوي جاء إلى المنطقة كان في بدايات هذا الشهر، بداية شهر اثنين، وها نحن اليوم يعني في أواخر شهر اثنين والاستقرار الجوي سيد الموقف. ويعني هذا عدا عن أنه في توقعات باستمرار الاستقرار واستمرار أيضا موجة أو توقعات جديدة بموجة دفء إضافية خلال الأسبوع الجديد. نعم، يعني للأسف يعني احنا اليوم عم نسمع هذه الأخبار، لكن هل ما زال في هناك أمل أو ممكن يعني بشرى فيما يتعلق بالشهر القادم؟ يعني قد يكون في هناك منخفضات أو قد يكون في هناك تحول في الحالة الجوية. يعني قبل ما نروح للفترة الأبعد بالنسبة للشهر القادم، خلينا بس شوي نيجي على الأسبوع نعم، الجاي تفضل. والتوقعات اللافتة اللي هي بتشير إلى اندفاع كتلة هوائية دافئة من مناطق شمال إفريقيا احنا نحو المنطقة. راح تبلش درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي بدءا من بكرة السبت، تزايد هاي الارتفاعات بشكل متسارع مع منتصف الأسبوع، خاصة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء. في بعض المناطق قد تصل فيها درجات الحرارة خاصة الثلاثاء والأربعاء إلى يعني أكثر من منتصف العشرينيات، يعني راح تتجاوز درجة الحرارة فيها 26 و27 درجة مئوية، يعني قد تصل إلى نهاية العشرينيات مئوية، خاصة بالمناطق المنخفضة اللي هي المناطق الساحلية، المناطق السهلية، مناطق مثل أريحة والأغوار والبحر الميت. يعني أريحة على وجه التحديد قد خلال الأسبوع المقبل تصل فيها درجات الحرارة إلى مستويات ثلاثينية، يعني درجة الحرارة 30 وهي درجات حرارة مش بس ربيعية، تتعدى حاجز الربيعية وتصل إلى درجات حرارة بمستويات صيفية. طبعا بقية المناطق زي ما حكينا حول منتصف العشرينيات إلى أواخر العشرينيات، وبالتالي أجواء ربيعية بامتياز، بعيدة كل البعد على إنه إحنا لساتنا بفصل الشتاء. يعني شهر اثنين مهما كان يعني معروف بالمثل الشعبي إشباط خباط، لكن مهما كان في تقلبات جوية ما بتصل إلى هاي المتوقعات بمستوى ارتفاع درجات الحرارة اللي راح تكون أعلى من معدلاتها تقريبا بحوالي 10 درجات مئوية. طبعا كثير ناس بتسأل، وزي ما حضرتك سألتيني، إنه هاي خلاص هذا يعني نهاية فصل الشتاء، أو يعني ما في عندنا فرص لمنخفضات جوية بالشهر القادم. شهر آذار يعتبر محسوب أيضا على فصل الشتاء، يعني نعم. فلكيا وإحصائيا ومناخيا شهر آذار هو شهر يتبع لفصل الشتاء، الذي هو يعني يبدأ أو يعني فصل الشتاء عندنا من 22/12 حتى 22/23 آذار. فبالتالي العديد من السنوات السابقة وسنوات الأرشيف المناخي الفلسطيني كان عندنا في شهر آذار منخفضات جوية، حتى إنها كانت منخفضات جوية تكون على شكل عواصف قوية ومنخفضات جوية عميقة، وأحيانا تأثرت فلسطين بشهر آذار بمنخفضات جوية قطبية. لكن هاي المعطيات بنحكي فيها من ناحية أرشيفية، من ناحية إنه شو إحنا متعودين يكون عندنا بآذار من السنوات السابقة، لكن مش توقعات فعلية. يعني نيجي للتوقعات الفعلية، حتى الآن بداية شهر آذار راح تكون مستقرة، راح تكون دافئة بدرجات حرارة أعلى من المعدل على الأقل خلال الأسبوع الأول من شهر آذار. بعد هيك الفترة صراحة مش معروف شو راح يصير فيها، راح تكون بعيدة كفترة إنه نحسم أو نحكي فيها حول التوقعات الجوية، وبالتالي الأمور راح تكون مفتوحة، السيناريوهات واردة
لكل المعطيات لبقية شهر آذار، هل إنه راح نستمر بفترة الاستقرار وفترة الدفء، أو إنه راح ممكن يجينا مخاطرات جوية جديدة خلال في تبقى من شهر آذار وخلال تبقى من فصل الشتاء وهذا الموسم المطري. فيعني مبدئيا نبدأ بنحكي إنه الموجة هاي الدافئة متوقع خلال الأسبوع المقبل، مش بالشرط أو مش بالضرورة تكون هي نهاية فصل الشتاء بشكل كامل. نعم، إذن ليث فيما يتعلق بالأسبوع القادم وحسب هذه التوقعات وارتفاع على درجات الحرارة، بماذا تنصح كراسة جوي؟ طبعا بداية يعني في ظل الدفء اللي راح يصير دفعة واحدة أو مرة واحدة خلال الأسبوع القادم، أكيد في بعض أنواع الزواحف وبعض أنواع الحيوانات اللي هي خاصة اللي يعني نحكي مثل الأفاعي والعقارب اللي بتكون مختبئة طيلة الفترة الماضية بالبرودة راح تطلع مع مجرد إنها تشمت ريحة الدفء وشمت درجات الحرارة المرتفعة. فأكيد الناس راح تتزامن أيضا هاي الدفء بإنها تستغلها للطلعات، لمشاوير، لناس تروح للجبال تتنزه بالاحراش بكذا، انه يكون في عندهم انتباه من هاي الزواحف. ثاني شيء بدنا ننتبه من موضوع انه كيف احنا نأقلم لبسنا ونمط حياتنا من ناحيه يعني مناخي او طقسي، بانه ما شرط كثير ننخدع بهاي الاجواء الدافئه ونصيف، او نحكي بدنا خلاص نضب شتوي وننزل الصيفي ونضب وسائل التدفئه ونخفف كثير، رغم انه صحيح انه درجات الحراره ممكن تخلينا نضطر نخفف اللباس، ولكن نوعا ما نحافظ على لبس ملائم لطبيعه هاي الفتره اللي بتكون فيها اصلا. حتى بدون يعني هاي السنه بشكل عام احنا فتره نهايه فصل الشتاء وبدايه يعني فصل الربيع متعودين فيها تصير تقلبات جويه، فاحنا ما ننخدع بهاي الاجواء كثير قدر الامكان، نحاول نحفظ على درجة حرارة الجسم من أن التغيرات السريعة اللي بتصير في المحيط الخارجي له، ما تعرضنا لأمراض فيروسات رشح فلوانزا كثير بتزيد بمثل هكذا وجود تقلبات جوية وسرعات عالية وفوارق عالية كبيرة في درجات الحرارة في غضون فترات يعني زمنية قصيرة. وبالآخر يعني إحنا بنتمنى الخير والسلامة لجميع المواطنين. يا رب إن شاء الله. بالتأكيد نشكرك جزيل الشكر الرصد الجوي ليث العلامي، يعني وضحت لنا ماذا عن مؤشرات الخرائط الجوية، وإن شاء الله بنشهد بآذار بتكون يعني ما دائما بيكون لسه في عنا أمل، فإن شاء الله إنه الأمل موجود وإن شاء الله بنكون متفائلين وبتتغير الأحوال بإذن الله. شكرا جزيلا ويعطيك ألف عافية وجمعة مباركة إن شاء الله. إن شاء الله علينا وعليكم. وصلنا وإياكم بالتأكيد مشاهدينا الكرام إلى نهاية برنامجنا الصباحي وإطلالتنا الصباحية من مشوارنا في برنامج صباح الخير، اللي بدي أشكر فيه كل ضيوفنا الكرام اللي كانوا ويانا خلال هذه الإطلالة، وأيضا الشكر موصول لكم مشاهدينا فردا.